اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من Elden Ring. بهالحلقه عندنا قتال ويا الكوماندر نايل. طبعا صعوبه هذا الكوماندر انه عند يستدعي اثنين سبيرت اشز، تشوفون هذول فرسان الاثنين اقوياء كلش، ديفنس ماتهم والاتاك ماتهم عالي. فالفكره من الموضوع انه استخدم هذا الايتم بويتشينج برانش، هذا يقلب السبيرت عليه، يخليهم السبيرت هم يقاتلوا، فالسالفه تنقلب ضده. بده يشوفون هسه السبيرت هذا اللي خلي انصاب بهذا الشيء، قاموا اثنيناتهم انصابوا، باعوا عصبتهم باثنين، قاموا هم يقاتلون هذا الكوميندر، باعوا هذا الفارس السبيرت ماته، قام هو يقاتله. فهذا اللي تحتاجوه كلش هذا الايتم حتى تقلبون السبيرت عليه. تمام، طبعا مثل ما وضحتهم بالانترو تحتاجون تالزمان او ايتم يعطيكم دفاع قوي ضد اللايتنينج. تمام، باعوا هسه. طبعا عند مشكلة الفروست درباكم اخذوها، اكو ايتم يخفض الفروست، تأثير الفروست هم تبهوا منه. بس تمام، عند هاي الحركة لازم تتعلمون تسويلها بيري وتتفادوها. هسه انا تلقيتها تقريبا او صديتها، جاني ضرر قليل من اللايتنينج، بس لازم تتعلمون تسويلها بيري. هسه حواليكم شلون تسويلها بيري، باعوا هسه خلي يسويها ونعلمكم. باعوا هاي تبتعدون عنها الفروست، حاولوا تبتعدوا عنها، ضربوا ضربة واحدة ضربتين وتبتعدوا عنها. سمين سوها بعو، سووا بري باتجاهها، سووا دوج باتجاهها مو عكسه، باتجاهها سووا تتفادون الضربة. هذا هو الضربة، ضربتين او ضربة واحدة وتوخذون. يعني باعوا يسوي هذا الفروست، واذا صار عندكم عداد اللي صار بيلد اب فروست ياخذ هواية من دمكم. تمام، يصير فروست بايت. تمام، باعوا هاي ضربة اخرى منها، تبعوا عداد الفروست لشوفون فقدر الممكن. تمام، هسه طبعا حنستخدم للسكال تروت. طبعا هو ضعيف كلش ضد السكال تروت، باعوا السكال تروت اخذ من دمه، ونفس الوقت راح ينصاب هو بالسكال تروت، حيبدي ياخذ هواي من دمه. شوفوا ايش قد ياخذ من دمه، هسه يبدي شوي شوي ينزل دمه، نسبه عاليه ينزل دمه، بينما ما احنا نتفادى ضربات هاي ونوجه له ضربه ونوخر ضربه وضربتين ونوخر مو اكثر. باعوا السكال تروت حياخذ هواي من دمه، نحاول نصيبه بالبويزن اذا نقدر. طبعا انا الفرسان عندي بسرعه ماتوا، بس انتم حاولوا قدر الممكن من تسيطرون على الفرسان بهذا الايتم بيوتشينج برانش. شو اسمه، وجهوا له ضربات اكثر، يعني اذا بعد الفرسان بعدهم موجودين. تمام، طبعا اذا تستخدمون هم ضد البلاد لوز جريز هم تسببوا له يصعد عند البلاد لوز، راح ياخذ هم نسبه كبيره من دمه. بس يعني افضل شيء تستخدمون سكال تروت، راح ياخذ من دمه. هاي بعد تتفادون باتجاه تسوون الدوج مو عكسه، باتجاهها راح تتفادون هاي الضربة، توجهوا لكم ضربة وتوخرون مو أكثر، طبعا تبهون هاي الضربة هم. تمام، طبعا مهم مثل ما تشوفون السكال تروت بعد تأثير على الزعيم ليأخذ من دمه هواية، تبهوها من الضربة هم دمج ماتها عالي. تمام، يلا تمام، بعد تأثير السكال تروت بخر من ضربات، حاولوا إذا قدرتوا تسمونه، يحتاج تقريبا بست ضربات من البويزن يلا ينسم، او تقدرون تستخدمون عليها هاي الخناجر المسمومه تسوي له بيلد اب بويزن. تمام، احنا خلينا هسه بويزن، حاول نسمها هم. طبعا راح تاثير السكالت روت، مؤخر ندمجه، طبعا ما يخلي يندمج اكثر من مره، فصعب شوي نصعد البويزن عده نسممه. تمام، نؤخر شوي عنه، قال تقريبا هو ربع دمه، مو قال هواية، هاي ضربة تسوي دوج باتجاهها تفادى هاي الاتاك مالته مال لايتنينج. تمام، اوه دمي دمي دمي، لحظة لحظة لحظة، ممتاز، اوه استخدمت هاي الضربة، نوخر منها تفاداها. تمام، بتفادوها يا اما باتجاهها يا اما يمنى او يسرى. تمام، لا ترجعون لي ورا، نحاول نرجع الـ FB مالتنا، بس دقيقة نوخر منه أول شيء. مخروف، لا لا همزي ما دمجني، ناخذ نرجع الـ FB مالتنا، نرجع نحاول نستخدم عليه سكالت روت، بس ننتظره يوخر يبتعد شوية، حنستخدم عليه سكالت روت، نعم بس نصيبه السكالت روت خلاص بعد هذا راح يموت. أوه دمجنا، دمجنا بس نصاب السكالت روت، تشوفون هذا هو. خلص نصاب السكالت روت وراح يموت. السكالت روت كلش قوي وكلش يفيدكم بهيش قتال. باعوا لان يبدي ياخذ من دمه، وانتم قاعد تتفادون ضرباته هم تدمجوا تقدرون. طبعا باعوا يبدي ياخذ هواي من دمه،
هذا وضباته. بس تنتبهون على العداد مال الفروست. تمام تمام، بقى شيء من دمه، بقى اقل من ربع دمه ودمجنا، ممتاز. هاي بنسويها فرصة بالعكس لكم تدمجوا ضربة واحدة او ضربتين، واحنا نقدر ندمجها ضرب من لانه بس ماكو مشكلة. ناخذ هيلث. تمام اها، قضينا عليه. تشوفون سكارلت وات قضى عليه. طعنا هذا السلاح مالته مال لايتنينج. تمام تمام اصدقائي، هنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى تنسون الاشتراك بالقناة ودعمي باللايكات.